للمرأة حضور لافت في معرض الكتاب الثاني بمأرب فاق التوقعات، حضور حضرت المرأة فيه في هذه التظاهرة الثقافية والفنية من خلال مشاركتها في عرض التراث وحرفها ومشغولاتها اليدوية والحرفية التي أتقنت صنعها، جاذبة وخاطفة لأنظار رواد المعرض. أصبح للمرأة الآن حضور، يعني حضور بشكل ملفت وبشكل يعني يليق بها كمرأة، يعني مشاركة في جميع المجالات. أصبح لها حضور في جانب الروايات، في جانب القراءة، في جانب الاستطلاع الثقافي، كذلك في الرسومات على سبيل المثال، في الصناعات الحرفية. فلم يعد وجودها ومشاركتها كما كان في الماضي محصور على كزوجة وأم تربية أطفال، لا، الآن نجد للمرأة يعني قاعدة صلبة أفضل من ما كانت عليه في السابق. وللتعريف بالتراث اليمني والمشغولات والمنتجات الحرفية اليدوية والأزياء النسائية المتنوعة التي تعكس الخصائص التقليدية والإبداعية والثقافية للمجتمع، حفل ركن المرأة بإقبال كبير كواجهة رئيسية للنساء لاقتناء حاجاتهن المتمثلة بهذه الحرف والمشغولات البديعة. ما هنا في ركن المرأة لعرض منتجاتنا، مثل ما عرض البخور والأشكال الفساتين الأرواب وآثار المغربية، الآثار المغربية والتراث المغربي وشغل أدواتنا عزافة مثل العزف. هنا في ركن المرأة في معرض الكتاب لعرض منتجاتنا والتعريف بالتراث المغربي، وكذلك نقول بأن المرأة اليمنية تستطيع أن تقهر المستحيل رغم الحروب. الحراك الثقافي شكل مساحة وفرصة كبيرة للنساء والفتيات لإبهار الجميع، لعرض ما يملكنه من إبداعات في التصوير والرسم والخط، وما أبدعته أناملهن من خلال عدد من اللوحات الزاهية. بالنسبة لهذا المعرض فهو شيء حقق للمرأة أهدافها، كأنا مثلا خطاطة فجيت هنا وحققت أنه انشهر خطي، يعني حققت موهبتي ومنها غيري اللي هي الرسامة واللي هي صانعت منتجات وتبيع منتجاتها وتخرج مواهبها. فهذا معرض الكتاب حقق أهداف المرأة بشكل عام. في كل مناسبة وفعالية تثبت المرأة اليمنية بأنها تستطيع قهر المعوقات التي تعترضها والوصول إلى تحقيق أهدافها والخروج من دائرة الحرب والمعاناة إلى فضاءات الإبداع والتفنن والكفاح والإنتاج والتحدي. عبدالله طربوش لبرنامج أضواء سهيل.